مواصلين معكم مشاهدينا الكرام، وما زلنا ايضا غير بعيد عن سماء الفن والاعلام من خلال ضيوفنا المتواجدين معنا طبعا في استوديو نبض الخليج. نرحب بالفنانه العمانيه غاده الزجالي، اهلا وسهلا فيك. اهلا وسهلا، هلا والله، يا مرحبا فيك. يا مرحبا فيك. ونرحب كذلك بزميله الاعلاميه سميره الحراسي، موفد اذاعه هلا اف ام الى دوره كاس الخليج. حياك الله. يا هلا ومرحبا، حياك الله. يعني اول شيء يوجه لكم تحيه مخرجنا طارق بعمر على التزامكم بالوقت، مشكورين. يعني ليش فضايح على الهواء؟ مو انا هي السبب بالتاخير. اي ما احط على مسؤوليتي انا، هي السبب بالتاخير. فسموحه الاستاذ طارق، وسموحه ايضا طبعا لمتابعين برنامج اللي كرسلونا على سناب شات انه وينش غاده وينش غاده. حضرنا الحمد لله بالسلامه. طبعا انا اقولها شكرا، راح تمر عليها ترى هي اللي اخرتني، خليكم من كلامها. ما مشكله، المهم كل واحد تقول من ثانيه بعدين انتم يعني استجبوا. اهم شيء وصلنا بالسلامه، اهم شيء انكم وصلتوا قبل النهايه يعني الحمد لله. نعم، واهم شيء انه منتخبنا وصل النهائي. كيف اجواء، كيف عايشين اجواء البطوله غادي؟ بصراحه انا اول مره احضر المباراه لامانه، كان طبعا عدم حضوري للمباريات القبليه بحكم ارتباطي بالتصوير المسلسل ان شاء الله راح يكون حق رمضان، فما قدرت اني احضر، بس كنت اسمع صدى المباريات ونتائج وما الى ذلك طبعا عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي، فالقى بالفعل ردود، يعني ردود فعل واصداء جدا قويه جدا جميله. حضرت امس المباراه طبعا كانت بين منتخبنا الغالي وايضا منتخب بحرين الحبيبه. الأمانة أحس ضغط نفسي كان أمس أول مرة، حتى قلت أقول حق سميرة أول مرة أحضر، بس كان ضغط نفسي مو طبيعي، بس الحمد لله رب العالمين تأهلنا للنهائيات. نعم. وهذا الشيء جدا يفرحنا إحنا. مبروك للأحمر، مبروك لنا إحنا طبعا. نعم. الشعب العماني أكيد. سميرة أكيد يعني عايشة أجواء البطولة، يمكن من داخل الملعب تحديدا، ما أدري المرة الأولى أو الثانية في دورة كأس الخليج لأول مرة، ولكن مع المنتخب كثير من المحافل يمكن كنت معهم، خاصة المباريات المحلية في السلطنة، بس شعور هذا العرس الخليجي مختلف. النسخة 23 كانت مختلفة، وأتوقع بين كل التغطيات اللي أنا غطيتها في مسيرتي الإعلامية هذه راح تكون الأبرز واللي راح تضيف لي الكثير. أنا وايد مستانسة اليوم، أنا جاية وما أدري طايرة من الفرحة، ما أدري مساكم، إحنا نايمين من وناستنا وفرحتنا. الصبح نايم على لا بعد المنتج اللقاءات كانت لا تصحينا على الهواء. بعد عندها مونتاج وشغل عشان ترسل لمسقط يعني. أيضا نوجه لهم تحية. هي صراحة يعطيها ألف عافية، ما شاء الله عليها، ودائما يعني مستمرة في التقارير، دائما تقدمها في هلا اف ام، فيعطيها ألف عافية. ما شاء الله عليها، أحيانا تدخل أماكن يعني مع من وين اللاعبين وفي خلف الكواليس ونحسبها مرات. أنا أحسدها على هالنقطة. لا والله بجد يعني هذه الرغبة في التغطية للمستمعي هلا اف ام. مستانسة يمكن حتى أكثر من اللاعبين، أكثر من أي أحد مستانس للمنتخب، سواء مجلس إدارة الاتحاد العماني لكرة القدم اللي أنا حابة اليوم من هذا المنبر أوجه لهم التحية والشكر على تعاونهم الدائم معي. صدقني لولا يعني تعاون الأخوة في الاتحاد العماني لكرة القدم ما راح تشوفني أنا هني اليوم، ولا راح تشوفني في الأجواء الرياضية بشكل عام. وايد صارت لي أكشنات في مسيرتي مع الرياضة، بس بدعم الأخوة في الاتحاد العماني، سواء الرئيس الشيخ سالم، الدكتور جاسم، الشيخ محسن، في اللجنة الإعلامية حمدان، كل الأخوة في الاتحاد عشان ما أنسى أحد، خميس البلوشي أوجه لهم كل التحية. لا تنسي رئيس، لا تنسي رئيس الوفد الإعلامي الرسمي أكيد دكتور أحمد الفارسي وأحمد الكعبي أكيد. أيضا الأمين العام اللي أوجه له تحية خاصة سعيد عثمان، ما قصر معي صراحة. فأنا اليوم استنسى أكثر منهم كلهم وأكثر من اللاعبين، وإن شاء الله تكتمل فرحتي برجوعنا بالكاس، وأنا راح أرجع الكاس لعمان إن شاء الله. بالمناسبة أنت بتروحي بطيارة المنتخب ولا كيف يعني مع المنتخب؟ أكيد طيارة المنتخب، مثل ما يابوني بيشلوني معهم عشان أسولك استقبال يعني. لما يصير تأخذوني معاكم يعني سميرة. لا ما نبيش، أنت ما يتي معنا من البداية، ما نبيش. يلا ما علي، الله كريم، أنا بحتفل بالكويت بالفوز مو مشكلة. هي على فكرة جاية معاهم من مسقط فترجع على طول معاهم. صح. نسألك عن، شفنا زخم فني خلف المنتخبات في البطولة، يعني عديد الفنانين اللي شفناهم من خلال تواجدهم بشكل عام أو تواجدهم خلف منتخباتهم. نعم. أسألك عن أهمية وجود أيضا الفنانين، الشعراء، الإعلاميين حتى واللاعبين السابقين يعني خلف منتخباتهم، والوسط الفني اللي يتفاعل بشكل كبير
مع في عاصمة الفن الخليجي طبعا الكويت مع منتخباتهم. شوف بغض النظر إذا كان الشخص ممثل أو فنان أو حتى شاعر أو حتى مغني أو أيا كان، وجودنا في الملاعب وأيضا مؤازرتنا ودعواتنا حق المنتخب العماني، هذا ما يعني شيء واجب علينا كلنا إحنا كشعب عماني. أنا عن نفسي نفس ما قلت لك بداية اللقاء كان ودي أحضر من بداية المباريات اللي لعبت فيها طبعا المنتخب العماني، ولكن بظروف تصوير فهالشيء طبعا منعني من الحضور، ولكن احنا كفنانين دائما متابعين دائما ندعو جمهورنا بان نحضر المباريات هذه، او حتى في حال لو ما قدرنا نحضر ممكن ندعي ممكن نآزر منتخباتنا في ملاعب الكويتية. جميل. مباراة كذا لمنتخب الإمارات الوصول للمباراة النهائية، هارلك للمنتخب العراقي الذي قدم في الحقيقة بطولة مميزة بوجوه شابة، نتمنى لهم إن شاء الله التوفيق في القادم بإذن الله تعالى. نعود لضيفتنا في ضيوفنا في الاستوديو، طبعا في استوديو نبض الخليج الفنانة غادة الزجالي والمذيعة طبعا سميرة الحراسي من الموفدة إذاعة هلا فم. سميرة، تابعت المباراة الثانية في الملعب ولا طلعت على طول بعد المباراة؟ أول شيء أنا أحب أهني صراحة المخرج، إيش هاللقطات الجميلة اللي تابعناها على الهواء. هو دائما فنان يعني طبعا غني عن التعريف ودائما له كذا نظرته الخاصة في الأخراج، يعطيه العافية. المباراة هو يشكرك بعد. نعم الله يسلمه. المباراة الثانية والله أنا من وناستي ما قدرت أتابع المباراة، ما همني من راح يتأهل للنهائي، كثر فرحتي لوصول منتخب بلادي للنهائيات. نبارك لهم أكيد، نبارك لجلالة السلطان، للشعب العماني، لكل عاشق للأحمر العماني. نعم. فما تابعت المباراة بس توقعت أن العراق هي تتأهل، وتوقعت أن المباراة راح تكون نارية وراح تروح للأشواط الإضافية وركلات الترجيح، ولكن صارت نفس بدينا البطولة عمانية إماراتية ونختمها إماراتية عمانية، ولكن إن شاء الله الكأس عماني إن شاء الله. غادة، توقعتي هذا الحضور الجماهيري الكبير اللي شفتيه من جانب جماهيرنا العمانية في مباراة الأمس؟ الأمانة أنا انصدمت من الكم الهائل يعني من الحضور ما شاء الله اللي كان حاضر في مباراة أمس. طبعا أيضا الطيران العماني وطيران سلامة أيضا ما قصروا طبعا، وأيضا سلاح الجو طبعا يعطيهم ألف صحة وعافية. الجمهور أمس كان يعني رائع بحضوره، رائع بتفاعله مع اللعب اللي كان أمس بالفعل، فجد يعطيهم ألف عافية، كان جمهور ولا أروع، الأحمر كان مولع. يا طبع جمالي حقيقة في المدرجات طبعاً. يعني أكيد. نعم نعم. سميرة، تخبرين عن يعني تغطيتك ومراحل تغطيتك للبطولة أيضا، ونوجه طبعا من خلالك كل التحية لإذاعاتنا الخاصة في الحقيقة اللي تواجدت بشكل جيد من خلال هذه البطولة، إذاعة الوصال وخاصة إذاعة الوصال وإذاعة هلا اف ام، وموجود طواقمهم أيضا في مختلف الأماكن في البطولة. تعطينا يعني إيش مدى استفادتك من هذه؟ أعتقد دورة عملية في الإعلام والتغطية الإعلامية بالنسبة لك. أكيد. بالبداية مثل ما تعرف ويعرف المتابعين، هلا اف ام هو الشريك الرسمي الإذاعي للاتحاد العماني لكرة القدم، وإحنا سعيدين بهذا الشراكة والتعاون بيننا بين الاتحاد. تغطيتنا يعني مختلفة، يمكن إحنا نعيش المستمعين عندنا في عمان من الصباح للمساء أجواء البطولة. بداية عندنا البرنامج الخاص بالبطولة اللي هو برنامج خليجي من الاستوديو، عندنا الزميل أحمد العاصمي قدمه ويربط معي من هني أجواء المباريات. بالإضافة أنتم يمكن ملاحظين أنا موجودة في كل مكان، لقاءات في المركز الإعلامي بالسوق، هني خضينا لقاءات في المباريات، كل المباريات مش فقط مباريات المنتخب، كل المباريات أنا حضرتها من بدأت الدورة إلى اليوم. يمكن المباراة الوحيدة اللي ما قدرت أحضرها من فرحتي مباراة أمس الأخيرة عشان تشارك في المسيرة يعني طبعا
بعد ضروري. ولكن يعني عندنا نعيشهم الاجواء معنا من الصباح للمساء، نرسل في اليوم يمكن 3-4 تقارير. وانا مستانسه ان اليوم حتى وانا طالعه كل احد يقول لي يعطيش العافيه سمعنا التقرير وكذا وسوي جو حلو، واحنا حسينا ان احنا موجودين في البطوله، فهذا انا وايد ونسني. كان هدفنا ان نعيش المستمع معنا اجواء الخليجي، فالفتره الصباحيه وقت الذروه الظهريه المساء متى ما حبوا يسمعوا شيء خاص بالخليجي. جميل في الحقيقه هذا التواصل من اذاعتنا، سواء اذاعه الشباب، اذاعه هلا اف ام، اذاعه الوصال، من النقل المباشر للمباريات. اوكي انتوا الراعي الحصري خلاص، اسف والله الراعي الرسمي. لا يعطيهم العافيه في كل الاذاعات. طيب انا برجع لكم للواصل. إذن مواصلين معكم مشاهدينا الكرام ومع ضيوفنا في الاستوديو، نرجع للفنان غادي الزجالي، نسألك عن تواجدك في الكويت في هذه الفترة، وحسب ما عرفت أن عندك يمكن تسجيل لبعض الأعمال في الفترة اللي تشوفها في الفترة الجاية. إن شاء الله قاعد نصور مسلسل باسم آخر شتاء حق رمضان إن شاء الله، ولكن لحد الحين يعني مو متأكدين من القناة اللي راح تعرض العمل هذا. المسلسل من إخراج الأستاذ فيصل عميري وكتابة طبعا الكاتب المبدع وأول كتابة له ما شاء الله عليه فيصل البلوشي، ومشاركة مجموعة طبعا من شباب نجوم الدراما الكويتية، منهم حسين مهدي، منهم محمد صفر، حمد الشكناني، ومجموعة طبعا كبيرة من الممثلين. فالعمل طبعا خلينا نقول يحمل طابع الدراما الكويتية يعني بشيء جدا جميل، يعني احنا نظهر ان شاء الله بصوره جدا جميله، والجميع مترقب العمل هذا وان شاء الله ينال على اعجاب الجميع ان شاء الله. اتمنى لك التوفيق، اكيد نحن مواصلين معكم. جميلة هذه الأجواء الجماهيرية كما ذكرت طبعا، وهذا هذه الحوارات الجانبية طبعا بجماهير المنتخبات المشاركة على مستوى هذه البطولة. قبل أن نختم طبعا نعود لضيوفنا في الأستوديو غادي الزجالي وكذلك سلوى الحراسة. سلوى سميرة يعني بعدين احنا عادي انا يسموني ساره معنا سلوى معنا في اذاعه الشباب اوكي وايضا تقدم الاستوديو التحليلي بإذاعة الشباب، صح؟ فكلكم مكملين بعض اكيد طبعا. زميلتنا سلوى نوجه لها تحيه. يبقى ان احنا نسالكم عن توقعاتكم في النهايه، كيف متوقعين الامور مع هذه الاجواء الجماهيريه الكبيره اللي نشوفها ايضا في الكويت؟ انا اتوقع المباراه الجايه راح تكون مباراه صعبه، مباراه من العيار الثقيل، مباراه راح يكون لها حضور جماهيري جدا كبير، واتوقع حرق اعصاب مثل ما عشنا شعور مباراه امس بالضعف راح نعيشه في النهائي. ولكن احنا رجعنا بالكاس او لا، ما ان الامنيات نرجع بالكاس. انا اتوقع بعد يعني احنا من زمان ما فرحنا مع المنتخب، فاليوم منتخبنا يوصل للنهائي هذا بحد ذاته فوز. انا جدا طموحه واتمنى ان نرجع الكأس، وإن شاء الله الكأس عماني، بس المباراة راح تكون صعبة. نعم. قبل لا أسألها عن توقعاتها، بس غادي عندك ميول رياضية أو نص نص يعني؟ إذا أي شيء خاص بالكرة أنا مو ذاك الزود طبعاً. بس مع المنتخب تروح تشجع؟ مع المنتخب، ودائماً أسمع الأصداء، متابعة طبعاً لكل النتائج اللي يلعبون فيها المنتخب العماني. شو توقعي في المباراة النهائية؟ والله أتمنى الكأس عماني، خلينا نقول بس ما قالت سميرة راح تكون مباراة وايد وايد صعبة، لعب أعصاب من الدرجة الأولى من العيار الثقيل طبعاً. جماهيرية أكيد. أكيد طبعاً، وأتمنى بالفعل الكأس عماني. شوف فزنا ما فزنا مو مشكلة، يعني نفوز إن شاء الله. إن شاء الله. حلو هذا التفاؤل. وغادة نعطيك المجال أيضا لكلمة لجمهورك في السلطنة واللي متابعينك عبر نبض الخليج. والله متابعتهم طبعا للبرنامج هذا، هم متواصلين معي على سناب شات ما شاء الله عليهم، أول بأول في طرشوا لي الصور والمسجات. نوجه لهم تحية. أكيد لهم ألف تحية، ومتابعتهم طبعا أكبر شرف لي، أكيد أفتخر فيه طبعا. نعم. شكرا لكم على تواجدكم في استوديو نبض الخليج، وإن شاء الله تكونوا متواجدين دائما مع المنتخب إن شاء الله لدعم المنتخب. طبعا هذه موجودة مع المنتخب، فان شاء الله يعني تكون فالخير عليه وترجع بالكاس أكيد كمان. شوف وصلوا للنهائي فانا فالخير لهم في الدوره، وكل الدورات راح اكون معهم ان شاء الله. قبل الختام انا حابه اوجه شكر خاص لكل طاقم برنامج نبض الخليج، هذا البرنامج ناجح 100%. شكرا. من غير اي مجادل بوجودك انت اكيد زميلنا حسين العميري، وبالاستاذ طارق، وايضا جهود الاستاذ ايضا سعيد المالكي وكل طاقم العمل. البرنامج ناجح، سعيدين اليوم ان الكل
خاطري، لأن إحنا يمكن أكبر وفد إعلامي عماني موجودين في هذه الدورة. كل الوسائل الإعلام العمانية اللي موجودة ربي يعطيهم الصحة والعافية. أكيد. شكر خاص نوجهه للشخص ما قصر معنا من وصولنا للمطار لليوم، اللي هو سعادة السفير السلطنة أكيد المعتمد لدولة الكويت. نعم. أوجه له شكر خاص على جهوده، تعاونه معكم في البرنامج، أنا تابع تعاونه أيضا. أكيد. ومع كل هو معنا أول بأول في الحقيقة في كل ما يتعلق بال هو دائما حسين. أنا يمكن إحنا مذيعين وايد نتكلم، بس أنا ودي يعني أشكر الكل على هذا الجهود، لأن أنا سعيدة بالفعل أشوف زملائي في تطور إعلامنا العماني يغطي. نعم. هذا العرس الكروي بطريقة مميزة. نعم. شكر خاص للاتحاد العماني لكرة القدم. وشكر أكبر لأخواننا وزملائنا اللاعبين، أنتم أبطالنا، ربي يعطيكم الصحة والعافية، وإن شاء الله راح تفرحونا ونرجع بالكأس إن شاء الله. إن شاء الله. شكرا لكم على تواجدكم معنا. أيضا سمير الحراسي مذيعة إذاعة هلا أف أم، موفدة القناة الإذاعية طبعا لخليجي 23. شكرا لك. شكرا للفنانة العمانية غادة الزجالي، نتمنى لك التوفيق في أعمالك القادمة إن شاء الله، ومن تألق إلى تألق. شكرا شكرا ربي. نعم. أيضا نوجه تحية، ومخرجنا أيضا طارق علوي بامر يوجه تحية لمخرجكم في هذا العمل اللي نتمنى له التوفيق إن شاء الله، الأستاذ فيصل العميري. فيصل العميري. نعم. طبعا لها التحية. نعم شكرا لكم، أحسنتم.